هذه هي طائرة مقاتلة من طراز F-16، اسمها الصقر المقاتل، خفيفة الحركة، نفاثة، قدراتها عالية على المناورة في القتال، ويمكنها حمل 6 صواريخ جوجو. لكن لحظة، هذه ليست طائرة حقيقية، بل هي مجسم مطاطي لذات الطائرة، طائرة منفوخة كاذبة وهمية تستخدمها أوكرانيا لخداع القوات الروسية، ولا يمكنك التفرقة بينها وبين الطائرة الحقيقية إلا إذا اقتربت منها مسافة 200 متر على الأقل. فهذه الطائرة ومعها تلك الدبابة المنتفخة وهذه المدرعة أيضا، وأكثر من 30 نوعا من تلك الأسلحة، على رأسها مدافع الهاوتزر وصواريخ هيمارس الأمريكية، لم تصنع في شركة لوكهيد مارتن العملاقة، بل صنعت عند هذه السيدة التي لم تحتج سوى لماكينة خياطة وبعض أمتار من الحرير الصناعي ومنفاخ كهربائي في مصنع تشيكي، لتخرج لنا أجساما عسكرية خادعة لا تعمل على تضليل العدو بصريا فقط، بل لها بصمة حرارية تظهر على الرادارات لخداع استطلاع العدو بسبب المحرك المستخدم في نفخها. Pokud chceme podpořit nějaký partnerský, nějakou partnerskou zemi, která je v problémech, pošleme jim tam inflatech rafikovací nálady a nebo už tam jsou, nebo tam určitě budou. سعر تلك القطع الوهمية يتراوح بين 10,000 إلى 100,000 دولار، وهو أقل بكثير من سعر صاروخ يستخدم في تدميرها. ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية ارتفع الطلب على تلك الأسلحة الوهمية، ورغم تقديم الحكومة التشيكية مساعدة عسكرية لأوكرانيا بلغت قيمتها حوالي 500 مليار دولار منذ بدء الحرب، إلا أن الشركة المصنعة لتلك القطع الوهمية لم تعترف رسميا بتصديرها لأوكرانيا.